25/1/2013 حي الوعة. طلبت سيارة ماذا عاونك بعد هناك تطلب تفكيك سيارة مسجد العمرة 25/1/2013 يا زلمة يا الغلط هذا تبعكم تلك الغراب مالك تقوم بضبط سيارة مفخخة من قوات الأسود اي اخي طلع 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 بكر يتم الآن تفكيكها بإذن الله تعالى خرب بيته شايف لا تكبوا لا تكبوا هذا طول بالك يا اخي هذا الشغل كله بهدول تفجيرات روسيه الصغار زين زين بعد بعد شوي بعد بعد شوي اشخاص اوف ليق الاقوات طول بالك صواريخ تبعهم صواريخ هاي ما هاي ماذا الفجرة معه انه هيك ما صرت قبل البطارية فصرت اخي ما انا كله ما تستفيد منه شيء الا ان الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله الله اكبر الله اكبر تفجير سياره نظامي الله اكبر ولا شايف البنود السياره اللي تم تفجيرها من قبل اطار في القوات الناريه واقف 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 يا بشار يا خنزير الله اكبر الله اكبر الله اكبر هاي السيارة 15/1/2013 السيارة تم تفجيرها من قوة طاقة الكهرباء بالمالي هاي بقايا سيارة الخنزير 5 حي الوعر لواء الحق للكهرباء بالمالي 25/1/2013 ما تم اغتنامه وتفكيكه من السيارة التي لغمها النظام مشبهة الأسرات في حي الوعر حشوات هاون وحشوات دبابات تم فك السوائق لها هذا بعودتي انت هاي كاستي انت صناعة روسية هاي اول مرة بنشوفنا نحن والله شو هي يعني مشان شو عم نحط هالشغلات هاي عندنا بالمناطق الآمنة عند المدنيين العزل ما بعرف يعني سبحان الله بس باذن الله باذن الله العبوات هاي شايفها قدامك يا بشار الاسر راح نرجع نقصف فيها المعاقل تبعكم باذن الله باذن الله تعالى 25/1/2013